يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وحطيتكم على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبنت عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هاي 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 هاي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتل مين؟ اوعى يعمل حاجه، اوعى ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دلوقتي، اصحى اصحى لما ده حق عم الحاج. ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. بكام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سير لمبي، ليه؟ ما هي السونجا؟ السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا، يعني سفوريا حته كده مبرططه بحدوة. عجل اعرفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت ظارف وانا بقى من تحت الباط وكده، وطلعتك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فراح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا، ده هو لسه بيفرفل لحد دلوقتي. الدم رفير. واو، ما ده كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. سير لمبي، يس، ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا رئيس. لقد عينت سير لمبي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك بالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده بعيده قوي. للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي، بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع. ندوه. رائع سير لمبي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ليه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون، فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لمبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد لجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة نصر؟ أيوة. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم، بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه، وعباس العقاد. حسن، لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شامة. وياسر شامة. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة يا عمال على الناس. سير لمبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في الأوضة الصيانة. هي. هي. سير لمبي. انت ايه، هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد.
أنت صديقي؟ أيوة صديقك. إيه أنت فاكرني هخونك ولا إيه؟ لا 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 لا، أوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 لا، إهدى شوية بقى، إهدى. دي أختي وأنت أختي، يعني ما ينفعش إن أنا أغلط معاك، أنت براذر وشقيق، عيب. هذا كلام يخرج من قلبك؟ نعم ملخ، أنا أصدقك. ميرسي أوي، شكرا. أنت حبيبي مش كده ولا إيه؟ بس يا نجوى أوي حببت أنت. ما تديني دي مبدئيا. احب اعرفكم بنفسي، انا زندي مدرب كونغ فو جديد، ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني ايه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعه في الاداء، بلطجه في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لان الحرب خرعة. الحرب ايه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة، ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات، مبدئيات ال مبدئيات ال الحل الحل الحلول الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل على القائد؟ ها؟ هاي. ماذا سنفعل؟ احنا ماذا سنفعل يا قائد؟ لا اصلك في حته بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ ايه ده يا ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض انتوا؟ اه اخوان. انتوا اخوان؟ ها؟ اخوان؟ ايه؟ ايه؟ لا ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله، مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض، ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه لي هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه، ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي، خلاص؟ يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده، ها؟ تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي، انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك، وانتوا اضربوا ببعض، خلاص؟ يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي، عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص، ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه يا ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك كفايه جسمي انخلص اسمك كفايه جسمي كده يا كده يا اسحن النون اسحن النون يا طلع لسانك كده يا زعما يا ابوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة، ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي، اسأله في أي أوضة، اسأله في أي أوضة لحد ما خلص. أمرك أيها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة، هجي لك أنا. يلا يا ريش دمياط. لا لا على أبوكو. على أبوكو. هديك بقى حمدان. هديك بقى حمدان. أخليك تروح قربان. أخليك تروح قربان. وهوب فوق. وهوب فوق. لو ليك الشوق. لو ليك الشوق. وهوب أيها الفارس. نعم. لقد وضعته كما أمرتني. إيه اللي وضعته؟ أنت بتولد ولا إيه؟ هريسة. هريسة، هريسة. إذن اقف أنت هنا أيها الكلب الجسور، اقف هنا دربهم. أين تذهب يا الفارس؟ أنا ذاهب إلى الكنيف. كنيف؟ أيوة الكنيف، هو اقف هنا أهو، يلا. حمكك أهو، يلا. قول إيه يا؟ إيه يا؟ إيه يا؟ إيه يا؟ قول يا؟ إيه يا؟ إيه يا؟ إيه يا؟ مولاي، حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. مم.
أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا الليمبي استحدث أساليباً جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب.